بدوره أكد السيد سيد ضياء الموسوي عضو مجلس الشورى سابقا أن جلالة الملك المعظم استطاع خلال 25 عاما أن يعطي صورة حضارية لمملكة البحرين على مستوى الفكر والثقافة والسياسة والاقتصاد، مضيفا أن جلالته نشر قيم التعايش والسلام في ربوع المملكة. مرور 25 عاما على تولي جلالة الملك لهذا مقام وهذا المكان، وكان بمثابة الشمس التي أشرقت على البحرين، أعطت إضاءة كبيرة. أنا كشخص عشت في مناسبات كثيرة وتواصل مستمر مع جلالة الملك، رأيت في داخله الإنسان، رأيت في قلبه أن قلبه ينبض للبحرين، كل البحرين، أفقه، رؤيته دائما رجل يفكر على المستوى البعيد، يستشرف مستقبلا واعدا للبحرين. الظروف الإقليمية، الوضع، كثير من الأمور كانت تحاول أن تجر العالم، كل العالم وليس فقط البحرين، إلى مواقع مختلفة من التأزم، ولكن كصورة واضحة لجلالة الملك كان رجل السفينة التي يقودها إلى نحو البر الأمان. نحن نقول هناك في البحرين بوجود جلالة الملك وأيضا سمو ولي العهد، استطاع هذا الرجل من 25 عاما وما قبل 25 عاما أن يعطي صورة حضارية على مستوى الأفق، على مستوى الفكر، على مستوى الثقافة، على مستوى السياسة، على مستوى الاقتصاد. كان دائما في حضوره في 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 أكثر من مكان ومكان، دائما ما يركز على التعايش، على التسامح بين البحرينيين، على أفق آخر الجميع يستشرف فيه نظرة جمالية إلى أفق آخر نحو البحرين.